في لحظة على وجهه جميع الانفعالات فتقول أمجنون هذا أم تأتيه بعض الحالات. وهؤلاء يا طالب وأصحابه قد اجتمعوا مع دون غياب، وإذا قد خيم عليهم صمت مطلق فتقول وأنت عليهم مشفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعله ذكره ما كان من حصارا قديما. وهذا شاب كان معروفا بذكره بوالديه الكبار، يقول بصحبتهم ومعانستهم بالليل والنهار، فأصبح إذا كان عندهم نكس رأسه وفقر بصره مشغولا عنهم، فيتعجبون من حاله ما الذي غيره. وهذا زوجنا زوجته يجلسون في غرفة واحدة، الأجساد متقاربة والقلوب والأرواح متباعدة، فيبكي الطفل بينهما بكاء مريرا، فينظر كل منهما لصاحبه بطرف خبيث ليقوم بإسكات هذا الطفل الدقيق. وهذا موظف قد عطل مصالح المراجعين، والملفات قد تراكمت على مكتبه مثل الجبلين، فهو يؤجل المعاملات إلى مواعيد بعيدة ليتطرق لقراءة ما بين يديه من الرسائل العديدة. فهل علمتم سبب هذه المشاهد والأحوال والمآسي المحزنات؟ إنها الجوالات، وما أدراك ما الجوالات. لن أتكلم عن فوائد الهواتف الذكية الكبيرة، ولا أريد أن أسرد مخاطرها الكبيرة، إنما هي نفثة مهموم وزفرة مكروم على ما سلبته منا هذه الأجهزة من الأوقات، وعلى ما ضررنا بسببها من قيود الامتحانات. لقد أصبح وجود هذه الهواتف ضرورة وإدمانا، وبدونها يصبح المرء ضائعا حيرانا، يرسل يده في جيبه ليخرج الجهاز ليطرد فيه، ثم قبل أن يرجعه إلى جيبه يخرجه مرة أخرى ينظر للشاشة مرة أخرى بدون سبب، إنما هو الإدمان. وأما إذا نساه يوما في بيته فلا تسأل عن المزاج والحال، فهو حزين مشغول الباب حتى يرجع إليه سريعا ملهوفا يستقبل به عند الباب، فيضمه بين يديه كأنها أما قد رضت ابنها بعد طول غياب. يذكر أحدنا في الصلاة وهي أعظم أعمالنا، وقد أرسل رسالة إلى صديق أو قريب، أو ينتظر مكالمة من خليل أو حبيب، فهو مشغول عن الصلاة وقراءة الإمام وأداء الصلاة، فتكون الصلاة عليه أطول من ليل محزون، فإن سلم الإمام قفز من مكانه كالمجنون، فيخرج ليرى شاشة جواله هل وصل ما كان ينتظر من اتصال أو رسالة. حتى صلاتنا لم تسل من هذه الأجهزة. كان محمد بن إسماعيل البخاري يصلي ذات ليلة فنزعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى الصلاة أحس بالألم بعد ذلك، فقال انظر إيش آذاني، نقضي ليالينا في تقريب للشاشة ما بين رسالة ومقطع ورد وتعقيب، وسائل مختلطة بالغد والسمين والصدق والأعاجيب، فآهن على ساعاتنا وأيامنا، آهن على أوقاتنا وحياتنا. المفضل بن يونس رأى محمد بن المضر حزينا كئيبا وقال له ما شأنك؟ قال مضت الليلة من عمري ولم أكتسب شيئا، إنا لله وإنا إليك راجعون. نعم تلك الليلة ولم يصلي، لا
لم يقطع في لهو وباطل، فيسترجع ويحزن على هذه الليله التي مرت من عمره لم يكتسب فيها شيئا. عباد الله، امه اقرا اصبحت لا تقرا الا الرسائل ولو كانت طويله، والردود ولو كانت ثقيله. كان خليل احمد رحمه الله يقول: اثقل الساعات علي ساعه اكل فيها. اتعلمون لماذا؟ لأنها ساعة لا يستطيع أن يقرأ فيها أو يكتب. وأما نحن فقد وجدنا حلا لهذه المشكلة، فنحن نأكل باليمنى ونقرأ ونكتب ونصور باليسرى حتى لا تضيع علينا الأوقات. المحزن جدا أنه لم يسلم من هذه الأجهزة صغير ولا كبير، ولا ذكر ولا أنثى، ولم يخلو منها وقت في الليل والنهار. والعجيب أن ترى من اشتعل رأسه شيبا وقارب الزوال قد أشغلته هذه الأجهزة عن خواتيم الأعمال، وهو يخوض مع الخائضين وتضيع أوقاته مع الجاهلين. وصدق الشاعر: وما أقبح التفريط في زمن السبا، فكيف به والشيب الراس شاعر، ترحم من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك ايام وهن قلائب. بارك الله لي ولكم في الاوقات، وجعلها عباده بالطاعات، وجعلني واياكم من الصالحين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، امر بالمسارعه الى الخيرات ومبادره الوقت قبل الفوات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ذوي المناقب والكرامات وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخبروني كم ساعه نقضي على هذه الاجهزه يوميا، وصارعوني كم دقيقه نفتح المصحف يوميا. تخيلوا لو قضينا نصف هذا الوقت الذي نقضيه على الجوال في قراءه القران كل يوم، ونحن نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرا حظا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، انما الف حرف ولام حرف وميم حرف. فيا الله، كم حسنة نفوز بها في ذلك اليوم، وكم ختمة سنختم في الشهر. بل والله إلا أصبحنا حفظة لكتاب الله لا ننسى منه حرفا واحدا. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أين الأذكار وتلك القراءة النافعة؟ أين الزيارات وتلك الأحاديث النافعة؟ أين الرياضة والخروج إلى الصحائف الواسعة؟ أين أنا قبل هذه الأجهزة الخادعة؟ أتمنى أن نكون قد وضعنا يدنا على